إن سألك أحدهم عن أشهر رجال المذهب الصوفي لن تتردد قبل أن تسهب بالشرح عن محي الدين ابن عربي أو جلال الدين الرومي وربما الحسين ابن منصور الحلاج. لكن لو قيد لك أن تولد في بلاد الغرب فهناك رجل واحد سيقفز إلى رأسك ولسانك قبل أي من أعلام تصوف المسلمين العرب. هو رجل هندي يدعى عناية خان، هاجر من بلده إلى أوروبا أواخر القرن التاسع عشر مدفوعا بنصيحة معلمه الصوفي لنشر التصوف في أوروبا وأمريكا عن طريق الموسيقى والألحان، قبل أن يتم له ما هو أبعد من هذا بتأسيس الحركة الصوفية الدولية عام 1910 أو ما يعرف ب The Sufi Order International، والتي بدأت كأحدى طرق الدراويش باتباع إرشادات وتعاليم كتبها المتصوف الهندي عناية خان، لتغدو فيما بعد الحركة الصوفية الدولية الأشهر بالغرب بمنهج روحاني يعتمد على تغذية النفس البشرية بالزهد والتأمل الكوني، ويقبل الناس من كل التيارات والثقافات والأديان والمشارب والطوائف. فإن كان التصوف تيار باطني إسلامي والبعد الغامض للإسلام، بات التصوف الدولي انقلابا على جذور التأسيس الصوفي، لتغدو حركة التصوف الدولية عولمة للدين يختصرها قول عناية خان الشهير: لا توجد ديانات في العالم، لكن هناك عقائد عدة توضع كحجاب فوق الدين. فهناك دين واحد وعقائد عدة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية واليهودية وغيرها الكثير، وعندما نزيل هذا الحجاب ستجد دينا واحدا فقط، هذا الدين هو دين الرجل الصوفي. فما هي الصوفية الدولية ومن هو مؤسسها عناية خان؟ صوفية المعلم والتلميذ. قبل أن يبلغ أشده سافر عناية خان المولود بنيودلهي عام 1882 إلى أوروبا بتوجيه من معلمه الصوفي محمد أبو هاشم المدني، وكانت رسالته التي كلفه بها معلمه المدني تعريف القارة العجوز على التصوف عن طريق الموسيقى والألحان التي أتقنها خان. ورغم تلقيه لتعاليم الجشتية والنقشبندية والقادرية، إلا أن عناية خان اختار لبث تعاليمه الصوفية في الغرب طريقة مبتكرة يخلط بها التعاليم الصوفية بالتراثين الشرقي والغربي، ما يضمن قبولها لدى مواطني المجتمعات الغربية المنفتحة. لكن هذا لم يغير من حقيقة أن أوائل معتنقي الصوفية الغربية كانوا من مهاجري الشرق المسلمين المشتاقين لهوية تصلهم بماضيهم قبل أن تنتشر الطريقة سريعا بين مختلف الأطياف، حيث كانت فرنسا أولى محطات الصوفية الغربية أوروبيا عام 1910، أعقبه إنشاء مركز آخر في لندن عام 1916، ثم في جنيف بسويسرا عام 1922، وبعدها توالت الإنشاءات وتعددت المراكز لتتضمن أكثر من مقر داخل البلد الواحد. تصوف عناية خان. تغذية النفس البشرية بمعاني الزهد والتأمل الكوني المنهج الروحاني الرئيس للصوفية الدولية كما أسسها عناية خان، إذ يذهب أعلامها إلى أنها توقظ معالم الإنسانية بداخل الإنسان وتحرره من سطوة الآلة والمادة، مع احتواء جميع العرقيات والأديان والثقافات واستئصال كل الكراهية الناتجة عن التمييز والاختلاف، وصولا إلى دين القلب الذي يدفع المرأة إلى البحث عن الله في قلب الإنسانية، مع التخلص من تعقيدات الحياة والانصهار في بوتقة الحب والخير والحق والجمال، ما يؤسس جوهر العقيدة الأساسية لحركة التصوف الدولية بأن الصوفية ليست ديانة يمكن فصلها عن الأديان الأخرى، لكنها منظومة خاصة تركز على القلب وتعميق الوعي من خلال ممارسة الصلاة والتأمل والتحقيق الروحي بارتياد مدرسة التعاليم الباطنية أو ما يعرف ب إزوتيريك سكول بأوروبا، فيما يدير حفيد عناية خان المعروف باسم بيرزاي عناية خان زمام مراكز أمريكا لجانب فروع أخرى يلقي بها الخطب والدروس. كما تخالف الصوفية الدولية متصوفي الشرق الذين يحتفلون عبر إقامة الموالد عن طريق اجتماعات دورية يعقدها متصوف الغرب تعرف بالمهرجانات، أبرزها مهرجان 5 يوليو الموافق ذكرى ميلاد المؤسس عناية خان. متصوف الغرب ومذاهبهم.
كما تأسر المتصوف الشرقي كتابات أشعار الحلي وابن عربي والحلاج، يطيب لمتصوف الغرب التبحر بأفكار أعلامهم وروادهم من أمثال إدريس شاه المتصوف الأفغاني الذي عاش في بريطانيا بين 1924 و1996، ومظفر أوزاك تركي الأصل الذي عاش بين 1916 و1985، وبات أبرز من نشر الصوفية في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة بعد أن أصبح الشيخ التاسع عشر لأشهر طرق الصوفية الغربية، كما تعد النقشبندية كبرى الطرق الصوفية انتشارا بأوروبا وأمريكا بتياراتها المختلفة كالنقشبندية المجددية والحقانية إضافة إلى التيجانية والمولوية والجشتية، بينما تشكل منظمة ماليجروس في أوروبا مجتمعا صوفيا موازيا. تتعدد مراكز الطريقة ومواقعها في الدول الغربية، لكن أهمها تقبع بأمريكا التي يوجد بها 73 فرعا من نيويورك إلى إلينوي مرورا ببنسلفانيا وغيرها من الولايات. صوفية لا شرعية. رغم كثرة مريدي الصوفية الدولية وأتباعها، لكن منتقديها وأعدائها لا يقلون عددا، ممن يرون في منهجها تعارضا مع التعاليم الفعلية للصوفية ومخالفة لمعتقدات وممارسات الشخصيات الصوفية التاريخية مثل جلال الدين الرومي ومنصور الحلاج وغيرهم، حتى وصل بباحثين بالفلسفة الدينية لوصف الحركة بالصوفية غير الشرعية لتعارض تعاليمها وفلسفتها مع الصوفية الحقيقية التي من المفترض أن تستند على الإسلام بتعاليمه الخالصة، كما يأخذون على الصوفية الدولية المغالاة بعولمة الدين. وأنت، ما رأيك بالصوفية الدولية؟ هل تعتقد أنها من الإسلام بشيء؟ أم أنها انقلاب عليه؟